محمد اجي لحضرتك. يعني موسم برضو كان صعب عليك، الفرقه ما كانتش موفقه وما كانش احسن حال السنه اللي فاتت، جيت السنه دي توليت المسؤوليه، بدايه الموسم تلقيت خسارتين، يمكن كلمنا قبل الهوا ما فيش بدقيقتين، من الطيران ومن سموحه. احنا من هنا في نادي الابطال قلنا لا ولا حاجه، والفرقه ما اتمرنتش في بدايه اول اربع خمس شهور الفرقه مع المنتخب، 19 لاعبات من عندك مع المنتخب ما اتمرنش حد، فالموسم بدايته ما كانتش احسن حال بالنسبه لك. تعاملت وما كنتش بتتكلم، وكنا كل ما نحاول نتكلم حضرتك تقول لا مش هتكلم دلوقتي. طيب يعني قدرت تعدي المرحله الصعبه دي ازاي بالذات لما تجيلك في بدايه الموسم؟ والله احنا في بدايه الموسم فعلا قابلتنا بعض المشاكل، اكتر من عنصر اساسي كان موجود السنه اللي فاتت ما بقوش موجودين، ما بين ناس بطلت، ما بين اصابات، ما بين ظروف جواز بعدوا شويه عن الفرقه، دول كانوا عناصر كويسه جدا ومهمه في الفريق. الاتحاد المصري لكرة اليد خد قرار يرجع كرة اليد النسائية، اشتراك في بطولة افريقيا في السنغال، صحيح. اكبر عناصر موجودة في الاندية في المنتخبات من النادي الاهلي، تقريبا كان عندي 10 لاعبات مش موجود معايا باستمرار، نص فرقتك تقريبا. المنتخب بيجمع من السبت للخميس، انا عندي مباراة يوم السبت، يعني خلاص تمرينة الجمعة دي بتبقى ترى ماتش تقريبا 40 دقيقة 45 دقيقة ما بتلعبش تعمل حاجة. قبل إصابة نصر كمان العملية طبعا، كمان نصر كانت موجودة جوه الفترة دي، كانت جوه المنتخب لغاية ما حصل لها الإصابة بعدت. كسر في صباعه. فأنا عندي 10 لاعبات مش موجودين، وأنا الفرقة عندي فيها عناصر جديدة، بعتمد بشكل كبير على عناصر شابة مواليد 2004 و2002 موجودين معايا. فكانت الفترة الأولانية في بداية الموسم كانت صعبة شوية، لكن الحمد لله بعد ما المنتخب خلص الفترة بتاعته وابتدينا نجمع الناس ونقفل على الناس، زي ما قال كابتن ياسر في دعم كبير جدا من مجلس اداره، في دعم من رئيس الجهاز، في دعم من مدير النشاط الرياضي، كان في ثقه كبيره جدا في الجهاز وفي اللعيبه. فعلا. الجهاز الحقيقه عندي برضو كان كل الناس بتأدي بالدور بتاعها بشكل كويس جدا، كل واحد بيقوم بالدور بتاعه كويس جدا. اللاعبات كمان استحملت الجهاز، احنا كلنا اول مره نشتغل مع البنات كنا بنتعامل معاهم ان هم قلقانين منك يا كابتن، خلي بالك يعني معروف عن حضرتك الشده اول مره اشتغل في البنات، وانا كنت قايل لهم بدايه الموسم انا مش هتعامل معاكم انتوا بنات. طب ده بالله يعني بامانه يعني حسيت بغربه او حسيت ان انت يعني ولا اتعاملت عادي كانهم ولاد؟ انا في الاول حسيت بغربه، بس لما ابتديت اتعامل مع البنات هم اولاد وهم استحملوني صراحه، اتعاملت معاهم يعني انا بعيهم من هنا هم استحملوني جدا جدا يعني، ما حسونيش بقى بالقصه دي، خلاص انا بقيت بخش الملعب كاني بتعامل مع اولاد فعلا، وتعامل معاهم منتهى القوه والعنف والشده وكل حاجه، ويستحملوني والحمد لله في الاخر النتيجه بفضل ربنا يعني كانت حاجه كويسه، وقدرنا نبسط جماهيرنا وادارتنا طيب